مباراة الاتحاد والهلال اللي هي في كأس الملك من المباريات المنتظرة زي ما قلنا أكثر من مرة، وأن المباراة أكيد راح يعني تخلي شكل نهاية الموسم مختلف. شكل نهاية الموسم مختلف. نشوف التقرير اللي يتحدث عن هالمباراة ونرجع نواصل الحديث. تنتظر الجماهير الرياضية في السعودية بشغف بالغ المواجهة المرتقبة بين الهلال والاتحاد في الدوري نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. مواجهة نارية بل مواجهتين. الفائز بنتيجتيهما سيضع قدمه الأولى في منصة التتويج، أما الخاسر فعزاؤه الوحيد خروجه على يد منافس قوي يستحق الوصول للنهائي. الهلال بطل الدوري والكأس، والاتحاد وصيف الدوري والمتأهل الوحيد من الأندية السعودية للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا. كلاسيكو منتظر وإثارة ما بعدها إثارة. الاتحاد للمحافظة على لقبه والهلال لرد اعتبار الآسيوية. عناوين كثيرة قد تحضر، لكننا لا نعرف إلا عنوانا واحدا، هو أننا موعودون بقمة استثنائية. فالهلال والاتحاد استثناء وانفراد، فلطالما أمتعنا بفنون كروية بديعة، ولطالما رسما أروع اللوحات التي ظلت راسخة في أذهان المتابعين. مباراة الغيوم والنجوم، تلك هي قمة الكرة السعودية، فلمن تقرع طبول الفرح؟ للزعيم أم للعميد؟